تمثل التجربة التركية على يد حزب العدالة والتنمية والتي بدأت قبل حوالي 9 سنوات نموذجاً مميزاً في رأي الكثيرين لا سيما في المجال الاقتصادي. فقبل 10 سنوات كانت تركيا تعاني من تضخم وصل إلى ما يقرب من 55%، انخفض هذا العام ليصبح أقل من 10%، كما كانت نسبة النمو سلبية بنسبة 9.5%، لكنها هذا العام أصبحت إيجابية بنسبة 9.9%، وأصبحت تركيا واحدة من أعلى نسب النمو في العالم، وأصبحت بسكانها البالغ عددهم 73 مليونا تحتل المرتبة 17 في الاقتصاد العالمي. كما حققت تركيا في العام الماضي 2011 رقما قياسيا في صادراتها، إذ بلغت 134 بليونا و600 بليون دولار، كما حققت نجاحات هائلة في زيادة دخل الفرد والرعاية الصحية والتعليم. رغم حالة الركود الاقتصادي التي تمر بها أوروبا وكثير من الدول، فإن تركيا استطاعت أن تحقق أعلى رقم لصادراتها في العام الماضي، إذ بلغت في العام 2011 حوالي 135 بليون دولار. كيف استطعتم أن تحققوا هذا الرقم رغم ما تمر به كثير من الدول من ركود وأزمات؟ التركيبة الاقتصادية لتركيا تغيرت كثيرا في السنوات 9 الأخيرة. كانت تركيا مصدرة للدول الخام على الأكثر، والآن أصبحت تنتج أو تصدر منتجات صناعية على الأكثر. كانت صادراتنا في عام 2002 32 مليار دولار، أما العام الماضي فوصلت إلى 135 مليار تقريبا. أسواق الصادرات التركية واسعة جدا، فإن تركيا تقوم بتصدير منتجاتها إلى 190 دولة من أصل 192 دولة عضوة في الأمم المتحدة. ما هي هذه؟ ماذا تصدرون ب 135 مليار دولار؟ ما هي نوعيات التصدير لديكم؟ ما هي المواد التي تقول أنها كانت خام والآن تصدرونها كمواد مصنعة؟ لدينا شريحة صادرات واسعة جدا. العام الماضي كانت هناك الصادرات الأولى هي قطاع السيارات، والثاني قطاع النسيج. أما هذا العام فالسيارات ومنتجاتها هي الأولى، وبعدها الإلكترونيات والأدوات المنزلية الكهربائية والآلات. كذلك هناك لدينا صادرات الزراعة، المنتجات الزراعية، وأصبحت تركيا دولة مصدرة للمنتجات الزراعية وتحتل المرتبة 7 في العالم في تصدير المنتجات الزراعية. نحن لدينا اكتفاء ذاتي في الزراعة، وفي نفس الوقت نصدر الفائض من منتجاتنا الزراعية إلى الخارج، لكن التكثيف يكون في المنتجات الزراعية والصناعية أيضا. قبل وصول حكومة العدالة والتنمية إلى الحكم في نهاية العام 2002، ماذا كان حجم التصدير وكيف وصلتم به إلى 135 مليار دولار؟ صادراتنا في عام 2002 كانت 32 مليار دولار عندما وصلنا إلى الحكم في نوفمبر 2002. أما الآن وفي العام الماضي وصلنا إلى 135 مليار دولار تقريبا. هذه الزيادة بالتأكيد هي موازية للزيادة لنمو الاقتصاد التركي بالدرجة الأولى، فإجمالي الاقتصاد التركي أيضا ارتفع كثيرا. معدل الدخل السنوي للفرد كان 3500 دولار في عندما حضرنا للحكم، لكن الآن وصل إلى 10500 دولار سنويا على مستوى الفرد. هذا يعني أن القدرة على الاستثمار ازدادت، وكذلك ازداد الاستهلاك لدى الأفراد مع هذا النمو في الاقتصاد والصادرات. وأؤكد أيضا أن دعمنا للصادرات ودعمنا للمستثمرين وفتح الطريق أمامهم في تركيا عن طريق تحسين جو الاستثمار وتقليل الإجراءات البيروقراطية بالتأكيد هي مهمة جدا للمستثمرين. كذلك جعلنا تركيا دولة أسهل للمستثمرين ولمن يريد أن يستثمر وينتج في تركيا. إن نمونا الاقتصادي أو المحرك للنمو الاقتصادي في تركيا هو القطاع الخاص.
إن النفقات التي تقوم بها الدولة ليست لها إسهام كثير في النمو الاقتصادي. النمو في الاقتصاد تم عن طريق القطاع الخاص بدرجة أساسية، حتى أن الاستخدام والاستخدام العمالة يتركز كثيرا في القطاع الخاص وليس عن طريق الدولة. الدولة فقط تقوم بعمليات الرقابة والتشجيع ووضع القواعد وتخلق جو المنافسة المتساوية وتضع قواعد تطبقها بشكل شفاف وتدعم شركات الاستثمار أو شركات القطاع الخاص التي تريد أن تنطلق إلى الخارج وإلى العالمية. القطاع الخاص نراقبه إن كان يعمل ضمن القواعد الموضوعة أم لا، إن كان يلتزم بالتشريعات والتشجيع الذي كنا نقدمه، وهذا سر نجاحنا. قبل وصول العدالة والتنمية إلى السلطة كانت نسبة التضخم في تركيا تصل إلى 60%، الآن هي أقل من 10%. كيف استطعتم أيضا الوصول إلى النسبة العالمية تقريبا وتخفيض هذه النسبة الهائلة من التضخم؟ فيما يتعلق بذلك، أهم وسائلنا هي السياسة المالية أي الميزانية. كانت هناك عجز كبير جدا في الميزانية في تركيا في السنوات الماضية، كانت نسبة العجز في الميزانية 12% من الدخل القومي، يعني أكثر من متوسط الدخل الحالي كانت نسبة العجز. ونحن وضعنا أهداف قطعية أردنا تطبيقها من أجل خفض نسبة العجز في الميزانية، ونجحنا في ذلك وتمكننا بالتدريج من تخفيض هذا العجز حتى وصلنا إلى نسبة الصفر في العام الماضي في عجز الميزانية. كذلك كان على البنك المركزي التركي أن يطبق السياسات النقدية الصحيحة. كان لدينا الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم بالدرجة الأولى. طوال السنة 9 سنوات الماضية هذا ما فعلناه. عندما طبقنا قواعد السياسة المالية بشكل تام نجحنا في مكافحة التضخم واستطعنا حل مشكلة كان يتوصف بأنها صعبة الحل أو مستحيلة الحل، وهي التضخم. ونزلنا من نسبة 50 و60 و70% إلى نسبة أقل من 10%، وهذا نجاح باهر. في خلال مكافحة التضخم خضنا تجربة قوية وأصبحنا نقارن بالدول المتطورة في العالم. بالأرقام والإحصاءات، ماذا فعلتم في مجال الصحة حيث كان وضع الصحة قبل ذلك يعني مهترئا، والآن أصبح كل إنسان تركي له وضع صحي مميز؟ كيف طورتم مجال الصحة باختصار؟ الإصلاح في الصحة فيها عدة عناصر، أهمها قمنا بتوحيد المستشفيات القطاع العام تحت إدارة واحدة، وكذلك وفي نفس الوقت سمحنا للقطاع الخاص بالدخول في مجال الخدمات الصحية وشجعناه على ذلك. في القطاع العام قمنا بوضع نظام الأداء للأطباء العاملين في الدولة، أي مراقبة عدد المرضى الذين يعينهم الأطباء وأدائهم مقابل ذلك، وقمنا بدفع أجرة أكثر للطبيب الذي يعمل أكثر ويقدم خدمة أفضل، أي تخلينا عن نظام الرواتب التقليدية الموجودة في القطاع العام. إلى جانب ذلك وضعنا التكاليف تحت الرقابة، قمنا بمساومة شركات العلاج لتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك وضعنا ميزانية خاصة لوزارة الصحة وأعلناها مسبقا وقمنا بالالتزام بها مع المراقبة الشهرية لها وبدون عدم أو بعدم الاستدانة من القطاعات الأخرى. طبقنا هذه السياسية وحققنا نتيجة باهرة، فشعبنا حاليا ممتن جدا من الصحة. آخر الاستطلاعات تقول أن 74% من الشعب التركي راض تماما عن الخدمات الصحية،
وكذلك نظام الصحة حاليا تحت السيطرة ومصاريفه لا تشكل عبئا كبيرا على الميزانية. كذلك خفضنا الإسراف والنفقات غير الضرورية في عملية شراء الأدوية وتوزيعها على المواطنين. المواطن التركي يستطيع أن يذهب للمستشفيات الدولة ومستشفيات الخاصة، له الحق في ذلك. لا يوجد مواطن تركي بدون تأمين صحي الآن؟ لا، عالمي. كل مواطن تركي يستطيع أن يذهب إلى أي مستشفى سواء خاص أو حكومي ويأخذ علاجه بالكامل؟ نعم يستطيع. كيف استطاعت تركيا أن تنهض بمجال التعليم في خلال السنوات التسعة الماضية؟ فيما يتعلق بالتعليم قد قمنا بخطوات متنوعة وكثيرة. في البداية قمنا باستثمارات لإقامة مدارس جديدة وقللنا عدد الطلبة في الصف من الخمسينات إلى الثلاثينات، وبذلك نكون قد وضعنا علاقة أقرب بين المدرس والتلميذ. كذلك ومن أجل رفع مستوى التدريس وعدد الطلبة الذين يذهبون إلى المدارس وخصوصا لدى محدودية الدخل، قمنا بتطبيق معين، وهو إذا كانت أي عائلة من الدخل المحدود ترسل ابنتها أو ابنها إلى المدرسة، بدأنا منذ عام 2003 بدفع مبلغ مالي لها. وهكذا وفي خلال 9 سنوات قمنا بهذا التطبيق سنويا. الآن هناك نحو 2.5 مليون طالب يدرسون، ولاحظنا أن نسبة التدريس تقل لدى ذوي الدخل المحدود وتزداد عندما يزداد الدخل، وبذلك نكون قد تجاوزنا هذه المشكلة. والنتائج التي حصلنا عليها كانت جميلة جدا، وشاهدنا نسبة ارتفاع عالية لدى البنات في ذهابهن إلى المدارس. كذلك المناهج كانت مهمة جدا، أي ماذا نعلم للتلاميذ، وكذلك المدرس المؤهل كذلك مهم جدا. هذه أمور مهمة جدا، إن المدرس المؤهل الجيد بالتأكيد والذي يخضع للرقابة في أدائه واختيار المدرس المناسب بالتأكيد هي من الأسس المهمة للتعليم الناجح. أنتم هنا في تركيا بصفتك أنت المسؤول عن الميزانية، كيف قمتم بحل هذه الإشكالية، إشكالية حصول الجيش على أعلى رقم في الميزانية؟ نحن منذ عام 2003 قمنا بتغيير تركيبة ميزانيتنا ووضعنا الإنفاق على التعليم على رأس الميزانية، ومنذ عام 2003 لغاية الآن أعددنا 10 ميزانيات والعاشرة التي تطبق حاليا، وكان التعليم هو الفقرة الأولى أو البند الأول في الميزانية لمدة 10 سنوات كاملة. نعم التعليم هو الأول في الميزانية طوال 10 سنوات، وطوال 10 سنوات كان التعليم هو البند الأول في الإنفاق من الميزانية. نعم التعليم هو الأهم في الميزانية بالنسبة لنا. قل لي ما هي المجالات الأساسية في الميزانية التي أول 5 مجالات، وإيه المجالات اللي خففتوها؟ التعليم رقم 1. التعليم هو الأول بالتأكيد. الأرقام ليست معي حاليا، لكن بعد التعليم الصحة. التعليم والصحة. التعليم والصحة أولا، وثالثا الاستثمارات، واستثمارات في المواصلات بالذات مهمة جدا، لأنها تشكل البنية التحتية للبلاد التي تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار والانطلاق منها. بنيتم شبكة مواصلات قوية وطرق أيضا. نعم الطاقة كانت البند الرابع، لكن أحلناها إلى القطاع الخاص بشكل كامل. المجالات الاجتماعية مهمة جدا أيضا، وخصوصا الصحة الذي يشكل، وخصوصا التعليم الذي يشكل مستقبل البلد. إن ثراء أي بلد مرهون بمستوى التعليم، وليس بالنفط ولا الغاز ولا المعادن ولا الذهب.
إن ثراء أي بلد يعود إلى نسبة الشباب والعمالة المؤهلة. رئيس اتحاد الغرف الزراعية شمسي بارقدر قال إن الفلاحين الأتراك يطعمون 73 مليون تركي و30 مليون سائح، ويصدرون محاصيل زراعية ب 18 مليار دولار، وهناك أكثر من 3 ملايين مزارع غير مستفيدين من التسجيل. أين موقع الفلاح التركي في منظومة الاقتصاد التركي؟ دعمنا للزراعة كان من الضروري إعادة هيكلته مجددا عندما حضرنا إلى الحكم، ومراعاة توازنات السوق من أجل ذلك. نحن قمنا بتقديم دعم للمنتج الزراعي في مجالات معينة، زدنا الدعم في القطاعات التي تحتاج للتطوير والتي يوجد فيها عجز، وقللنا ذلك في المجالات المتوفرة كثيرا. لا يمكن أن نترك الزراعة لقواعد السوق الحرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى خلل في التوازن مع العالم. نجحنا كثيرا في زيادة المنتجات القليلة الإنتاج، وقننا المنتجات التي يوجد بها فائض، والآن أصبحنا دولة مصدرة للمنتجات الزراعية، وكذلك أصبحنا في المرتبة السابعة في مجال تصدير المنتجات الزراعية في العالم.